هل ممكن نشوف لعيبه مثلا زي مستبعده من المنتخب الاول نشوفها من منتخب المحليين زي حسام غالي كابتن باسم مرسي كلها اسماء كبيره، هل الناس دي مثلا كرؤيه حضرتك الفنيه ممكن ان هي تدخل ضمن حسابات الجهاز الفني المنتخب المحليين ولا الرؤيه هتبقى على اساس ايه؟ اكيد 100% هيبقى بعد القعده بينا وبين الكابتن هاني هنحط داتا هيشتغل عليها هو الراجل واحنا نشتغل معاه فيها، بس اكيد 100% كل لعيبه مصر متاحه انها تنضم للمنتخب المحلي ما عدا اللعيبه اللي هي انضمت للمنتخب الاول، كل اللعيبه اللي مش متاحه انها تخش او تنضم للكابتن من لمستر كوبر وفي فرصه ان احنا نضمها اكيد 100% هيبقى تحت الميكروسكوب او تحت عينينا يعني كمنتخب محليين وقدامهم فرصه ان هم موجودين معانا ان شاء الله.